نيفين، انت خريجة طب اسنان، اي نعم. ايه اللي خلاكي بقى تقتحمي مجال الاعلام؟ حسيت ان انا هبقى دكتورة عادية جدا، يعني مفيش اي حاجة مميزة ليا، لكن حسيت ان انا هبقى مش فاهمة ربنا مديني ايه لو انا تجاهلت خالص حكاية الموهبة. انا اصلا بغني وبسجل، او يعني ابتديت الموهبة كلها من الغنى، فقلت بقى ربنا مديكي حاجة مميزة فانت تسيبيها وتروحي تبقي دكتورة سنان. يعني طبعا في دكاترة كتير قوي كويسين وشاطرين، وبرضه دي موهبة، يعني محتاجة أكيد موهبة، طبعا. لكن انا حسيت ان وجودي الحقيقي ودوري الحقيقي في الدنيا دي هو في حكاية الصوت. اغني بقى، اسجل فويس اوفر او اللي هو التعليق الصوتي. ساعتها كنت عارفة ان هي دي امكانياتي، هو ده يعني حدودي دلوقتي. كل ما ده بقى ما بتظهر حاجة جديدة، لقيت نفسي في الإذاعة، في البرودكشن اللي هو إنتاج الصوت. فالله أعلم، يعني ربنا يبعت بقى أي حاجة تانية جديدة. إن شاء الله.